أذكار الصباح والمساء عندي لا يلزم أن تقول الورقة ذي عندك ذي كلها هذه. من اللي قالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني رجليه بعد الفجر وبعد العصر يقول ذا الورقة كلها ذي؟ تكتفي منها بذكر واحد بذكرين على ما يسر الله عز وجل لك. بعض الناس يا أقولها كلها ولا أتركها كلها. هذه من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فافعلها إن كانك تبي تجمعها كلها والوقت متسع عندك فالحمد لله الأمر في ذلك خير. لكن والله واحد ما عنده وقت أو عنده صوارف ففي هذه الحالة يتركها كلها، يا أخي قل ذكر واحد. النبي كان يقول هذا الذكر في الصباح. ما يستطيع أحد أن يثبت لنا أن رسول الله في كل صباح كان يقول 13 ذكرا مع ما فيها من الآيات أبدا، وإنما هذا في رواية وهذا في رواية وهذا صحابي وهذا صحابي نقلوا عنه. فإذا عبادات واردة على وجوه متنوع يا أخي. أما أن نثقل على الناس ونشد على الناس يا تقولها بعض الناس إلى الآن والله يقول إذا رأيت ورقة أذكار الصباح والمساء يقول مليت، يقول حاولت أمل أستثقلها حتى تركتها. قلت يا أخي ذكر واحد بس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا أصبحت، قلت أصبح أذكار الصباح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إذا أمسيت 3 مرات قلت أذكار المساء انتهى. تثقيل على الناس لا ينبغي، لا ينبغي.